اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واهلا بيكم في فيديو جديد وشقه جديده. وشقه النهارده بسم الله ما شاء الله فخطفت، يعني تفاصيلها تعجبكم جدا جدا وتخطف قلوبكم. حطوا لنا لايك للقمر اللي بتشوفوه ده، واللي اول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا، تستفيدوا بقى من الافكار اللي بنقدمها والديكورات والترتيب. لو عروسه بتجهزي او ست بيت بتجددي بيتك، اعتقد ان الفيديو النهارده هيبقى ممتع ومفيد. هنعرض لشقة أمرايا، عروسة أمرايا، لايكات كتير من كل الفيديو ده، والأول مرة يشوفنا في القناة يشترك معانا. نبدأ بالريسبشن، في صفرة وفي أنتري. بص الصفرة دي عشان شوية دلوقتي هتتغير، شايفين رجليها كانت صفرة بشكل تاني خالص، هي بتغير في التفاصيل بشكل يومي. ولكن أنا دايما بقول إن أنا مش لازم بتفرج على الفيديو يكون عندي نفس المكان نفس المساحة نفس الإمكانيات. جولة على السريع سريع سريع كده ونبدأ نشوف التفاصيل. كل فيديو بناخد منه فكره تتناسب مع ظروفي مع بيتي مع وضعي المادي مع الامكانيه اللي اقدر اشتري بيها. لكن اعتقد ان الفيديو ممكن اخد منه لو بفكره واحده اقدر اطبقها. بصوا هنا الانتري كابوتري سيمبل جدا، الرجلين بتاعته الترابيزه استانلس باللون الجولد، هي عاشقه للون الجولد. بصوا الشمعدان اهو، خدوا بالكم بقى من اللي بيحصل على الترابيزه، هي غيرت الكوشن باللون الاسود، حطت اكسسوارز اسود على الترابيزه اهي. طبلوهات سيمبل جدا. بصوا ده شكل الانتري، ركزوا عشان اللي هتشوفوا بعد كده. هي هتغير في الانتري، مش هتغير تنجيده ومش هتغير لونه ومش هتغير شكله، بتغير يا بنات بس في الكوشنز في الاكسسوارز، شموع ورود، بتحسيك ان الدنيا اتغيرت. او هي بتحاول ما تعملش فيه ملل في بيتها، او ان يبقى العفش هو ولا بتغير كل شويه في التفاصيل دي. بصوا القمر ده، غيرت الكوشنز عملت اللي هو الستاره المضيئه دي ورا كده على الستاره. بصوا هنا الايه دي اسمها ايه، الاباجوره، شايفين شكلها مختلف ازاي برضو باللون الجولد. غيرت هنا في لون الكوشنز بقى بالابيض. بصوا دي الترابيزه القديمه، هي بنات هي غيرتها، سابت نفس الكراسي اللي رجلها استانلس وغيرت الترابيزه التانيه. هنا بقى غيرت في لون الكوشنز باللون البينك والابيض. بصوا المرايه، انا بحب المرايات اللي بالطول دي، حلوه قوي بتغير في شكل البيت. الشمع هنا برضو باللون البينك اهو. بصوا بقى الجمال كده في الهدوء بالليل وجمال التنسيق. مين بتفرج معانا ومستمتع باللي بنشوفه، شوف عندها مطبخ مختلف تنسيقته، الحمام كذلك، عندها اوضه نوم. انا اللي مستغرباه بقى اوضه النوم، وهقول له ليه. نشوف الحاجات بقى اللي احنا عرضناها بسرعه دي كده. هي بقى دلوقتي هي بسم الله ما شاء الله عروسه امرايه بتنسق البيت. هي بصوا الكابوتيني طبعا انتوا عارفين اللي بيلموا تراب كتير، فالمكنسه دي حلوه قوي، بتشفط الحاجات اللي في الكابوتيني وبتنظف الاماكن الضيقه. والكوشنز ده حلو قوي برضو، هي غيرت على فكره في اللون قوي يا بنات. هي عامله الكوشنز النهارده شكل لون الطقم بتاعها، جزء من المطبخ اللي هنروح له دلوقتي. هي كده حاسه ان من حقها بقى تستجم بعد ما البيت ترتب. هنكمل معاها بقى جولتنا، تستمتعوا بباقي الشقه باذن الله. بعرض لكم بقى تنسيقاتها للفطار للغدا للسفره، لو عروسه بقى جديده وعاوز تاخد افكار، عاوز تعملي عزومه بشكل شيك. بصوا الاستندات دي حلوه قوي في التقديم يا بنات، حلوه جدا. بصوا الجولد برضو مع الاوف وايت. بصوا تنسيق الفطار وفكره اللانشون بالورد ده حلو قوي.
هنرجع بقى دلوقتي اعرض لكم بعد السفرة الحمام والتنسيق او اوضة الغسيل. بصوا الاتنين بره ده شكله حلو قوي. طبعا اساس عندهم بيحطوا ميه سخنه ويحطوا الشاي تحت. عاوزه تزودي بقى الشاي بقى تقيل شويه تزودي فما فيش مشكله. بصوا المبحوثه الصغننه دي مش عارفه هي حطاها كديكور ولا انك تبشروا بيها، لو شوكولاتات بقى تحط على مشروبات او كذا. ركزوا في الفازه دي واقول لكم هنشوفها تاني فين، وده اللي انا بقول عليه ان يبقى عندي قطعه ديكور او اكسسوارز بحركها من مكان لمكان كتغيير بيبقى حلو جدا. هل عجبكم ان انا اعرض تفاصيل تنسيق السفره ولا بتهتموش بالقضايا والتفاصيل دي؟ عشان كان في كتير جدا انا حبيت اخد لكم بس مقتطفات. هل ده بدايتكم في الفيديو عاوزين الديكور بس والاساس والفرش من غير تفاصيل السفره والتنسيقات الاكل؟ اكتبوا لي في الكومنتات عشان لو ده بيطول مده الفيديو وبحسسكم ملل ما عدناش نعرض ده. عندي صفحة بنزل فيها بقى خواطر شعرية تعجبكم جدا ومواقف حياتية على الفيسبوك اسمها جيهان السنباطي. يا ريت اشوفكم هناك، ويا ريت اي حد من متابعين القناة المحترمين اللي بحبهم جدا يكون موجود هناك يعرفني ان هو متابع من حكايات جيجي. الصفحة اسمها جيهان السنباطي عربي، عربي انجليش، يا جيهان السنباطي. عليها صورتي اللي موجودة على نفس صورة القناة. بصوا دي أوضة النوم، في أوضة نوم أبسط من كده. شايفين فخامة البيت؟ السرير سيمبل جدا متنجد ظهره، تسريحة بسيطة جدا، والدولاب مفيش فيه أي تفاصيل. دي أوضة النوم، شفتوا بقى جمال أكتر من كده؟ دي الفازة اللي شفناها في السفرة نقلتها هنا. ندخل المطبخ وجمال المطبخ وتفاصيل المطبخ، تقسيمة المطبخ، مفيش زحمة مفيش كركبة، جزء بس كده للصوصات والزيوت جنب البوتاجاز. كيكة البرتقال أو كيكة الليمون. وشوفوا بقى تنسيقة المطبخ، الكراسي دي حلوة قوي انك تعملي الاكل ومفيش بهدله بقى للسفره. الاكل سخن على طول على الترابيزه هنا. مساحه المطبخ مش كبيره بس مستغله صح. بصوا بقى التنسيقه كده، عجبني اول مطبخ بتاعها. شفني الشباك مساحته كبيره ازاي ورا الحوض؟ ده اللي بقول يا بنات لو عندي فيو حلو ورا الحوض ما تقفلوش حيطه، اعملوه شباك بالشكل الجميل ده. ده كده المطبخ. بصوا بقى نفتح كده الادراج بتاع المطبخ اللي هتستمتعوا معايا بتفاصيلها. بصوا درج البهارات ده تنظيمه. هنا بقى الاكسسوارز اللي بتحطها على السفرة مع اطقم المعالق والشوك والسكاكين. بصوا للجمال اللي انا الدرج ده شخصيا بقى كده الادراج دي بتخطف قلبي. محلات الادوات المنزلية بتبقى من الحاجات اللي بنحبها كلنا. شوفوا بقى الحاجات اللي هي جايباها، مهتمية بالتفاصيل او بتاع السفرة قوي، استندات وكل التفاصيل. وركزوا معايا ان كل التفاصيل عندها باللون الجولد. شايفين ورق الشجر اللي بنقول الجولد ده حلو قوي بتقدمه على السفره. مبشرتنا الجميله اهي، واعتقد ان هي قطعه ديكوريه اكتر من الاستعمال العادي. دي كل دي اكسسوارز اللي في الجنب ده بتحطه مع السفره. بصوا يا بنات هنشوف دلوقتي بقى. بصوا الحاجات دي لسه جايه لها اونلاين فبتوريها لنا. بصوا بقى الشبات والكاسات وكل الحاجات بتاع العصاير تحفه، كميه ما شاء الله مهوله. واللي بيعجبني دايما عندهم ان هم ما عندهمش نيش في الصاله، النيش عندهم في المطبخ، وده حلو جدا. ممكن اعمل نيش صغنن بس في الصاله عشان ده عادات وتقاليد، لكن الاساس عندي في المطبخ زي ما انتم شايفين كده. لو عندي مساحه احطه كده يبقى افضل، كل حاجات طبعا تبقى في المطبخ. ده المقفوله كويس مفيش طبعا بخار ولا دهون، حلوه قوي اللي هي عاملاها في المطبخ ده. انا شخصيا مستمتعه بالفيديو، يا رب تكونوا حضراتكم مستمتعين بيه مستفيدين فيه من افكار عجبكم الافكار خاصه بقى العرايس اللي بيجهزوا. بصوا بقى الحمام واللي بيحصل في الحمام. بصوا الاستاند ده هي طرهولنا وشارياه بكام،
اللي محطوط عليه الفوط ده، حلو قوي. بصوا تحته شايفين الباسكت تحت اللي بلون الجولد، هحكي لكم دلوقتي في ايه. هنا هتحط الادوات بتاع التنظيف بتاع الغسالة. بصوا الجمال، كل حاجات الغسيل، شايفين شكل كمان الحوض وتقسيمته. الباسكت اللي باللون الجولد ده عادي، وارجوكم ده هي غير الحنفية، هتورينا حنفية تانية جايباها برضو اونلاين. ده شكل الحمام بكل ادوات التنظيف والغسيل، يا جماله تمام. الغسالة بتاعتها سامسونج. خلصنا من الجزء ده، هنيجي بقى نتكلم على حاجة مهمة عجباني قوي. ده درج زيادة كده ما عرضتوش، حبيت اعرضه لكم قبل ما نقفل. الدرج ده انا شفته، بس شوفوا اللي تحت كده التنسيقات، الحاجات بتاع الصوصات والتقسيمات بتاع الاطباق اللي فيها الصوصات دي، حلوة قوي. اهو يا بنات، بص دول الفوط هي بتوريها لنا اهي، جايباها اونلاين. ده الستاند اللي بتحط عليه الفوط او حامل اهو، جايباه برضو اونلاين. الباسكت ده بقى طول الكل ده مساحته، كل ما فوطه تتسخ يعني بتحطه في الباسكت ده. فايه الجمال ده، حلو قوي، وكمان شكله قطعه ديكوريه حلو. بصوا هي غيرت الحنفيه بتاع الحوض، تحفه صراحه اهي، جايباها برضو اونلاين. ايه رايكم بقى في الفيديو بتاع النهارده، في تفاصيل الفيديو بتاع النهارده، في شقه النهارده؟ انا شخصيا مستمتعه، مستمتعه اكتر ان انا مع حضراتكم. يا رب كمان انتوا يكون عندكم نفس الشعور، استمتعتوا بالشقه، استمتعتوا بالفيديو، استفدتوا منه لو بفكره. إيه برضو فكره البقر بتاع المنديل، بتعملها كده بالحنفيه ومبلوله بقفلك ده. بصوا ده هسيبكم مع الجمال ده، ده حاجات بلاستيك كده بتعملي فيها، ده عبوه كده كامله، وبتعمليه بتقدمي بقى كاسترد بقى، شوكولاتات، كريم كراميل، بالشكل طبعا على البارد يعني، بالشكل الحلو قوي ده. واسيبكم مع ده، واتمنى ان فيديو النهارده يكون استفدتوا منه، استمتعتوا بيه، واستنى لايكاتكم وتعليقاتكم القمر. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وشقه جديده، ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.